السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا باي واحد دخل القناه ديالي. المهم اليوم كنت بغيت نصور لكم فيديو على كيفاش تشد السيتا باش تدفع البالو ديالك. يعني كيفاش تشد غير السيتا ماشي باش تدفعو، يعني الطريقه باش تدفع غير من الانترنت. هذيك ان شاء الله مره اخرى نصور لكم الفيديو. المهم غير كيفاش تشد السيتا ان شاء الله، نمشي معكم خطوه خطوه، وكنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. اول حاجه غنكتبو يعني باننا باغيين سيتا، هي cita previa para solicitar el paro. هادي كنجيو هنايا، هنايا نأسيبطيو كوكيز ولا ريتشاسيهم يعني اللي بغيتو. كتجيو هنايا الفوق كيقول لك ايدنتيفيكاتي، يعني باش هتدخل واش بالسيرتيفيكاو ديجيتال ولا الكلافي كلافي بين ولا بالاس ام اس اللي كيجيك في التليفون. و كنجيو هنايا انيسيال سوليسيتود، يعني كنوركو على هاد البلاصه. هنا خصنا نبقاو ندخلو المعلومات الشخصيه ديالنا كاملين. اول حاجه الاليكس. المهم هنايا ملي كتجيو لهاد البارتي كيقول لك يعني انا تيبو دي بريستاسيون باغي هنا اوفيسينا، وكتكون فيرمي داكشي كامل، ومن بعد كيعطيوك تختار اما النهار والساعه، ومن هنايا المعلومات الشخصيه ديالك يعني النيه والاسم وداكشي، ومن بعد هنايا كتكون فيرمي السيتا ومن بعد كيعطيوك سيتا بريفيا. المهم نمشي معكم خطوه خطوه باش يعني تشوفوني. اول حاجه هي اللي غنديروا الكوديغو بوستال ديال البلاصه اللي حنا فيها. هنايا كنجيو هاد الابارتا ديال بريستاسيونيس، كيقول لك هنا نوع ديال البريستاسيون، واش ديال البارو باغي تدفع البارو، يعني ساليت الخدمه ديالي مع شركه بغيت ندفع البارو ولا سوبسيديو ولا شي نوع اخر ديال السوبسيديو ولا ديكلاراسيون انوال ولا بلا حاله ديال سانسيونيس وداكشي. ولا هنايا رانا كتخلص البارو وبغيت ترجع للخدمه ولا تبدلت الظروف الشخصيه. ولا هنايا انفورماسيون جينيرال يعني لاي تيبو ديال تراميتي هنايا. المهم اللي بغيت يدفع البارو هي اول واحده. هنا كيجي كيطلب لنا الرقم ديال النيه ولا النيف، بعد كنديرو كونتينوار. المهم هنايا ملي درت كونتينوار صيفطني لهاد البلاصه، يعني الخانه الثانيه ديال انني نختار التيبو ديال سيتا، واش بالتليفون ولا نمشي عندهم. عدير بريسنسيال يعني نمشي الاوفيسينا عندهم. بعد هنا كيخرجوا لك كاع الاوفيسينات اللي قراب للكوديغو بوستال اللي درتي نتايا. هنا كيطلعوا لك اول وحدين موجودين، يعني اول سيتا قريبه لك، اول سيتا موجوده وهنايا اول سيتا يعني قريبه لك، يعني قريبه للبلاصه اللي كتسكن ديال الكوديغو بوستال اللي درتي. بعد هنا كتختار اول سيتا هي ديال 2 شهر 9 غيدير الساعه، انت كتبقى تختار. هنا عطاوك كاع الاوفيسينات اللي كاينين، انت لا باغي شي وحده اللي تكون قريبه لك البلاصه اللي انت ساكن. عتوريك هنايا ديال سيركانيه، وغيطلعو لك هما الاول.
دابا غنكون فيرمي البلاصه والسيته وغندوز المرحله الثانيه اللي هي فاليداسيون. مثلا نختار هذه ملي يطلع لك ندير كونتينوار هذه اللي كتكون بالخانه بيضاء يعني هي اللي موجوده كيكونوا فيها سيتات. هذه سيليكسيونادا يعني داك اللي اختاريت انا قبل في الاول وهنايا نو ديسپونيبل وهذو اللي كيكونوا هكا بالجريز كيكونوا عامرين. المهم لك سي موافق على هاد السيتا اللي اختاريتي النهار والساعه والبلاصه وكلشي كدير اسيبدار. كنتي باغي تبدل السيتا بنهار اخر عاد دير اوترا سيتاس. المهم هنايا غندير اسيبدار وانا معاكم يعني كتعمر الكلمات اللي كاينين هنايا كديرهم لتحت وكدير فيناليسار صافي غير كتورك الفيناليسار راك كونفيرميتي السيتا ديالك. المهم خوتي هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنت بغيت نزيد لكم واحد المعلومه بان يعني في حاله ما كنتيش باغي دير هذه الطريقه كاينه طريقه مسهل هي انك تمشي هنايا ايدنتيفيكاتي ويقولوا لك هنايا باش واش الاسواري وكونترا سانيا سيرتيفيكا ديجيتال ديني الكترونيكو. يعني اسهل حاجه هي هذا السيرتيفيكا ديجيتال كل شيء عنده يعني الاغلبيه كل شيء عنده يعني هي كتكون سهله كتكون الاسم ديالك كيطلع انت ما كتحتاج دير حتى شي حاجه يعني كتكون فيرمي يعني بالزربه كتسالي باش تشد سيتا. وهنايا كاين داك ديال الكلابي بيرمانينتي حتى هي اللي عنده يقدر يدخل بيها. المهم هنايا رجعت كنت بغيت نوريكم بان في حاله مثلا هزيت السيتا وداك النهار ما مسالليش باش انني نمشي ولا شي حاجه وبغيت نبدلها ولا الانوليا يعني نحيدها ونشد سيتا اخرى جديده بلاصتها يعني عاد ترجع لنفس الصفحه الاولى اللي دخلنا ليها وعتجي هنايا ياك وعاود ما دير يعني عاود ما نديرو انيسيار غنديرو غير النمره ديال نديرو انولار غنديرو غير النمره ديال النيه ديالنا غيطلع لينا باننا شادين السيتا وكلشي واش بغينا نمحيوها ولا نبدلوها. المهم ديك الساعه واحد يمحيها ويشد يعني سيتا اخرى جديده. المهم خوتي هذا هو الفيديو ديال اليوم كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم ولما شرحت شي حاجه مزيان خليوني في الكومنتاريوس ونجاوبكم. بالسلامه عليكم.